لأن الموضوع النهاردة مهم جدا جدا جدا. الرب يسوع عايزك تبقى خادم مميز. وده بيوريك أن الله قال لهم أنا صليت أن تقولوا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمه. على أبونا السماوي اللي فيه كل الراحة والأمان. وجعي حنيني طول عمري شايل ساكت مقايل والدمع سايل ظروف تقيلة ماشية معندة أموجها جامدة والحظ مايل جربت وصفات الأطباء رأي الأحبة شفت البدايل حفرة غويطة بعد أحلامي نفسي في سلامي بس مش طايل إيديك حبك طول النجاة في إيدك أنت بس حل المشاكل أروح لمين حاسس بضيقة نفسي غريقة شمسي غميقة حزني عايش أوقات طويلة ما بيد حيلة فرحي دقيقة زرعت شوق في طريق حياتي كترت قهاتي انتهت الحقيقة حطيت في ناس كل يمالي زادت أرامي هربوا في الدقيقة زرعت شوك في طريق حياتي كترت قهاتي انتهت الحقيقة حطيت في ناس كل يمالي زادت ألامي هربوا في الدقيقة إيديك حبك طول النجاة في إيدك أنت بس حل المشاكل اهلا وسهلا بكم اعزائنا مشاهدين قناه الطريق عبر العالم وبشكر ربنا جدا من اجل كل اللي بيتابعونا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا دلوقتي اصبح السوشيال ميديا طبعا زي ما حضراتكم عارفين اصبح منبر كبير جدا جدا ناس على الاي بي تي في وعلى اليوتيوب وعلى كمان صفحاتنا اللي على الفيسبوك تقدر تدخل وتعمل إعجاب على صفحة قناة الطريق. أهلا وسهلا بيكم في برنامج حلال المشاكل. معلش أنا الأيام اللي فاتت ديت غبت عنكم شوية لأنه طبعا في تايوان وأنشطة كتيرة جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين من استوديو تايوان. بشكر ربنا من أجل كل اللي بيصلوا لنا لكل اللي بيدعمونا وكل اللي حاطين على قلبهم إنهم يقفوا جنب قناة الطريق وبشكر ربنا الكل اللي بيسأل على موضوع التردد. إحنا شوية موقفين موضوع التردد على النايل سات عشان خاطر نظبط المواضيع الصورة والحاجات دي كلها زي ما حضراتكم شايفين وكمان لقينا انه السوشيال ميديا بتخلينا نشوف بعضينا اكتر واكتر. بشكر ربنا من اجل اخواتي اللي بيكتبولنا دلوقتي على الفيسبوك. النهاردة الحلقة نارية ليه بقى نارية؟ لانه الناس مستنية من التسع مواهب كل اللي متعلق في ذهن الناس موضوع التكلم بألسنة.
التكلم بالألسنة، موهبة التكلم بالألسنة. عشان كده بقول لك النهاردة لغاية ما نحط الترنيمة جميلة بمناسبة عيد الميلاد وبمناسبة الأعياد بقى والكريسماس والكلام ده كله، هنحط ترنيمة لغاية ما أصدقائنا وحبايبنا يعملوا دعاوي لكل الناس اللي موجودين اللي عايزين يسمعوا موضوع التكلم بألسنة. مواهب الروح القدس 9، وظائف الروح القدس 5، ثمار الروح القدس 9. بدأنا مع بعض بالمسح، بدأنا مع بعض قبل كده بموضوع المسحة، وقلنا إنه المسحة دي حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا الروحية، مش عشان ناخد بيها بركة. فأنا مش بقول يا رب امسحني واديني الزيت عشان أتبارك ماديا، ويا رب بقى باركني وسدد الاحتياجات بتاعتي، عايز أدفع الفواتير لا، الموضوع مش كده خالص. المسحة دي أنت بتاخدها عشان تشتغل في ملكوت الله. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها الفلوس بقى والبركة وكل حاجة هتلاقيها بتجري وراك أول ما تاخد المسحة وأول ما تشتغل في كرم الرب يسوع المسيح. عشان كده النهاردة حلقتنا لما اتكلمنا عن موضوع مواهب روح القدس، اتكلمنا عن روح موهبة الحكمة، اتكلمنا عن موهبة كلام العلم، ازاي الرب يديني كلام علم، ازاي الرب يديني ان انا ادخل كده في احلام وفي رؤى، والرب يديني احلام ورؤى عشان اخد كلام علم منه واعرف ايه اللي ممكن يحصل في حياتي. وطبعا يعني الموهبه بتاعت كلام العلم دي ماشيه مع موهبه الحكمه بشكل غير عادي، طبعا ماشيين الاثنين سوا. بعد كده دخلنا بقى على موهبه الايمان، واخر حاجه كنا بنتكلم عنها دخلنا طبعا على موهبه النبوه، كانت حاجه مهمه جدا موهبه النبوه، واتكلمنا عن الفرق بينها وبين مكتب النبي او وظيفه النبي. وظيفه النبي دي حاجه، وانك تتنبأ على حياتك وعلى اولادك من خلال كلمه الله دي حاجه تانيه خالص. بشكر ربنا من اجل كل اللي هيدعي اصدقائه دلوقتي. ندخل نقول ترنيمه جميله اسمها خطه تعويضي. خطه تعويضي، ان الله عمل خطه ليك وليا عشان يجي لهذه الارض بمناسبه الكريسماس. هنذيع الترنيمه دي الاول وهرجع لكم مره تاني، بس انا عشان نسمح ان احنا نعمل دعاوي لكل اصدقائنا عن موضوع التكلم بالألسنة، لأنه موضوع فيه ناس مختلفة فيه كتير جدا جدا. أنا النهاردة هسرد ليكم التعليم زي ما الكتاب بيقول، وأوعدكم إنه التعليم ده هيكون سبب بركة لناس كتيرة. خطة تعويضي، تعالوا نسمع الترنيمة الجميلة ديت وأرجع لكم مرة تانية.
عني كل دين ضامن لروحي الارتفاع، ضامن لروحي الارتفاع. ولادك ربي بشرة خير، قدير عجيب إله شير، اتجسد بحب كبير كمان في الفرحة والتحرير. قلبي يسوع أنا ليك بهدي، اقبل سجودي يا قدير. قلبي يسوع أنا ليك بهدي، اقبل سجودي يا قدير. هللويا، مجدا لاسم الرب يسوع. خطة تعويضي على اللي راح، الرب يسوع حط خطة للتعويض. النهاردة باسم الرب يسوع هنتكلم عن موهبة التكلم بالألسنة. التكلم بالألسنة لازم نعرف حقائق معينة في موضوع التكلم بالألسنة عشان نقدر نتكلم فيه. المواهب زي ما قلنا قبل كده، المواهب الروحية هي مواهب احنا بناخدها عشان الرب يستخدمنا. المواهب دي مصدرها هو شخص واحد، هو الروح القدس. الروح القدس لما بينسكب عليك، في ناس بتقول انا عايز اتعمد بروح القدس، من فضلك صلي معايا عشان عايز اتعمد بروح القدس، من فضلك انا عايز اخد المواهب، او انا عايز اخد المواهب دي. مش هتقدر تاخدها غير لما تتعمد بالروح القدس. انا شبهتها قبل كده بيبقى عندك تليفون، وهيقول طب ايه الفرق بين المعموديه، ايه الفرق بين المعموديه، وايه الفرق بين اني اخد الخلاص، وايه الفرق بين اني اتوب، وايه الفرق بين اني اتعمد بالروح القدس. المعموديه بالنار او المعموديه بالروح، في معموديه بالميه وفي معموديه بالروح. طبعا كل المصطلحات دي المفروض نكون فاهمينها وفاهمين الفرق ما بينها. معموديه الميه دي معموديه بتغطس كلك عشان تعلن ان الله امتلك حياتك وانك امنت بشخص الرب يسوع المسيح. فمعمودية المية بتبقى عبارة عن صبغة، انت بتتحول الى انسان مصبوغ بصبغة الخلاص وبصبغة دم المسيح. العلامة انك بتغطس جوه المية وتطلع، دي معمودية المية. اما التوبة، انك بتتوب عن خطاياك. التوبة دي مطلوبة كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة لو تقدر. التوبة دي معناها انك ماشي في طريق معين وانت ماشي في طريق غلط وبتعمل يوترن. التوبة معناها كلمة يوترن. اما موضوع الخلاص، انت لازم تكون بتصلي عشان تضمن ليك مكان في الابدية. بتقول يا رب يسوع انا بقبلك مخلص على حياتي، ده اسمه الخلاص. معمودية الروح القدس بتيجي بقى بعد ده كله، انت بتقول له يا رب يسوع انا عايز اتعمد بالروح الله او بالروح القدس. هتقولي طب ما انا اوريدي يسوع جواه. ايوه، انت اول ما بتقبل الخلاص، الله الاب والابن والروح القدس بيبقوا موجودين. زي ما انت عندك ابلكيشن على التليفون، يبقى عندك ابلكيشن بس مش بتستخدمه، مش بتفعله، ما عملتلوش ريجستريشن. لما حد بينزل مثلا، هقول بينزل الفايبر او بينزل الواتس او على التليفون، انت بتقول يسوع في قلبي، يسوع ساكن في قلبي. امين، يسوع ساكن في قلبك. لكن ازاي تفعل موهبة الروح القدس أو وجود الروح القدس في حياتك وأنت داخل هذه، داخل دايرة الخلاص؟ بتقول له يا رب يسوع أنا عايز أتعمد بالروح القدس. معناها أن يسوع لما قال خير لكم أن أنطلق، وخير لكم أن أنطلق لأني أرسل لكم الروح المعزي. الرب يسوع بنفسه قال لك أنا عايز أعمل لك تفعيل تاني لحياتك. أنت دلوقتي مش بتشوف يسوع على الأرض، أنت بتشوفه من خلال روح الله.
فمعمودية الروح القدس هي معمودية مهمة جدا جدا ومرحلة مهمة جدا جدا في حياتك عشان تكون شخص فعال، فما ينفعش تاخد المواهب التسعة من غير ما تتعمد بالروح القدس. النهاردة هنتكلم عن الموهبة رقم 8. 8 هيبقى فاضل لنا موهبة واحدة وهي ترجمة الألسنة، ويمكن أتطرق ليها النهاردة. فالنهاردة هتكلم عن نقاط معينة يجب أن تكون في ذهنك حينما تتكلم عن موضوع الألسنة. بتشوف ناس كتيرة في الكنيسة الخمسينية بالذات أو الكنيسة الرسولية، ناس كتيرة بتبتدي تلاقيها بتتكلم بألسنة غريبة. الناس ديت اختبرت حاجة اسمها معمودية الروح القدس والتكلم بالألسنة. الكلام بالألسنة الكتاب المقدس بيتكلم بوضوح جدا جدا هي ايه، هي الوظيفة الأساسية للتكلم بالألسنة. ليه الناس بتتكلم بالألسنة؟ وليه أنا أتكلم بلغة غريبة؟ ليه لساني دوت من أبطأ اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو أنا متعلم 3 أو 4 لغات؟ هل هي لغات معروفة ولا هي لغات مش معروفة؟ يعني هو كلام وحروف داخل في بعض وخلاص، ولا دي لغات معروفة؟ هنتكلم مع بعض في 10 حقائق، 10 أسئلة بتدور في ذهن كل واحد عن موضوع الألسنة. هتلاقي نفسك فهمت موضوع الألسنة ده بكل وضوح. نتكلم عن أول حقيقة. أول حقيقة في موضوع التكلم بألسنة، اكتب معايا الأمور ديت وحاول تحفظها معايا، لأن هم 10 حقائق دول هيثبتوا لك أو هيعرفوك أنت فين في حتة الألسنة. هل أنت مشتاق للموهبة دي؟ تاني، إنها موهبة، الموضوع مش موضوع بتدوس على زرار فيحصل إن أنت تتكلم بألسنة. دي موهبة بتقعد تطلبها، زيها زي موهبة الشفاء، زي موهبة التحرير، زي موهبة الإيمان، زي موهبة النبوة، زي موهبة الحكمة، زي موهبة كلام العلم. كل دول مواهب معناها هدية. موهبة يعني جيفت، جيفت معناها هدية، بتجيلك من السماء، تقعد تطلبها من شخص الرب يسوع المسيح فبتجيلك. فنتكلم على الألسنة دي على إنك قاعد بتطلب الرب، يا رب أنا عايز أتكلم بلسان. إيه وظيفة اللسان؟ الكتاب المقدس بوضوح بيقول من يتكلم بلسان يبني نفسه. من يتكلم بلسان يبني نفسه. النبوة نبني بيها الكنيسة، اللسان أنت بتبني بيها نفسك روحيا. دي أول وظيفة. تاني وظيفة، أنت لما بتتكلم بالألسنة في حاجة بتحصل في العالم الروحي. إيه هي؟ الشيطان عارف كويس قوي كل لغات العالم. معقولة؟ آه، الشيطان عارف الصيني، يعني أنا دلوقتي قاعد في تايوان بتكلم شيشي، يعني شكرا أنت علمت لي كام كلمة كده، لكن الشيطان الشينيزي بتاعه 100% روعة جدا جدا، الإيطالي بتاعه روعة جدا، الفرنساوي بتاعه روعة جدا. ليه؟ لأن الله اداله السلطان على الهواء، اداله السلطان على الهواء وهو عارف اللغات كلها اللي في العالم. فأنت لو صليت للرب يسوع بالهندي هو برضه هيفهمك، الشيطان هيفهمك ويفهم الخطط بتاعت صلاتك. فالتكلم بألسنة أنت بتعمل تشويش للشيطان، الشيطان ما يقدرش يفهم الألسنة، ما يقدرش يفهم اللسان اللي أنت بتتكلم بيه بالروح. باختصار، الألسنة معناها الصلاة بالروح. الصلاة بالروح، الصلاة بالروح للهدفين اللي أنا قلتهم. أول حاجة بتبني نفسك روحيا، روحيا تلاقي نفسك مرتفع لما بتاخد الموهبة ديت. تاني حاجة بتشتت إبليس. يبقى أول حاجة إن أنت بتاخد الألسنة عشان خاطر تبني نفسك روحيا، وهنتكلم في الموضوع دوت إنه أحلى حاجة للألسنة إنك تتكلمها في العلية بتاعتك أو في الخلوة بتاعتك. أنت مش بتطلع في الشارع أو في الكنيسة يلا وتقول بقى تتكلم بألسنة قدام الناس وتوريهم عضلاتك أنا بتكلم بألسنة، لأ، عشان هدفها هو بناء روحي جواك. فانت بتتكلم بلسان في مخدعك جوه بيتك، او المرة التانية او الطريقة التانية اللي بتقدر فيها تتكلم بألسنة هي مع جماعة مؤمنين كلهم بيتكلموا بألسنة، كلهم بيتكلموا بألسنة. هشرح كله دوت بس لان الموضوع طويل جدا فانا الان ما خلصوش في حلقة واحدة، بس احنا ممكن ناخده شوية شوية.
ناخد العشر حقائق عشان أشرح لكم موضوع الألسنة باختصار وفي نفس الوقت التركيز في الحلقة ديت والحلقة اللي جاية. الأول حقيقة لازم نعرفها في أعمال 1:19 وفي أعمال 2 لما حصل حضور للروح القدس على التلاميذ ابتدوا يتكلمون بألسنة. كلنا عارفين اليوم 50 اتكلموا التلاميذ بالألسنة في اليوم ده. ليه ناس بتقول التكلم بألسنة حصل في العهد في الوقت ده عشان الكنيسة وخلاص ما حصلش تاني؟ الحقيقة ديت حقيقة ومش حقيقة، بمعنى انه الناس اللي بتقول انك ما ينفعش تتكلم بألسنة دلوقتي لان الرب اداها للتلاميذ في الوقت دوت بس عشان يبنوا الكنيسة، دي حقيقة. لكن كمان في حقيقة تانية غايبة، وهي انه التلاميذ اتكلموا بألسنة مرات تانية كتير بعد اليوم 50، بس الفرق ما بين المرة الاولى والمرات اللي بعد كده هقول لكم عليه دلوقتي. المرة الاولى لما التلاميذ اتفقوا يتكلمون بألسنة اتكلموا بلغات حقيقية، لغات موجودة ففهموها الناس اللي موجودين حواليهم، قدروا يفهموا اللغات دي. يبقى في اليوم 50 أول حقيقة لازم تعرفها إنه التلاميذ ما تكلموش بألسنة بالروح على قد ما هم تكلموا الله دخل في ألسنتهم لغات، يعني تكلموا العرب فهموهم، اليونانيين فهموهم، الفروتيين فهموهم. هتلاقي التصنيفة بتاعة اللغات كلها موجودة عندك في أعمال الرسل 2 لما حل روح القدس على التلاميذ. فالحقيقة الأولى إنه موضوع التكلم بألسنة لأول مرة حصل في الكتاب المقدس، حصل ساعتها اتكلموا بلغات معروفة. فيجي حد يقول لك عشان كده بقى خلاص مفيش داعي بقى نتكلم تاني، لأن هم اتكلموا عشان الناس اللي حواليهم يفهموهم وييجوا للمسيح. دي برضو مش حقيقة قوي، لأن هم الناس اللي شافوهم افتكروهم إن هم سكارة، وافتكروهم إن هم بيهزوا، افتكروهم إن هم ناس بيتكلموا خلاص وإيه سكرانين. لكن الهدف الأساسي من موضوع التكلم بألسنة في الوقت دوت، هم في ناس كانت فاهمة اللغة بتاعتهم وابتدوا يفهموا إن الروح القدس جه، لأنه الألسنة تعتبر إشارة من معمودية الروح القدس. يعني في إشارة معينة من أحد الإشارات، مش هقول هي الإشارة الوحيدة لكن أو هي العلامة الوحيدة. فأنت النهاردة لو أنت بتتكلم بألسنة معناها أن أنت اتعمدت بروح القدس، ده من أحد العلامات البارزة جدا في موضوع أن أنت اتعمدت بروح القدس. وده مهم قوي قوي أنك أنت برضو بتعرف أن دي أنت بتطلبها من الرب. جيلي كذا تليفون، جالي تليفونات كتيرة بتقولي أنا نفسي أتكلم بألسنة، أنا مستني الموهبة ديت، أنا مستني أسمع عنها، مستني أتعلمها، مستني أفهم إيه موضوع التكلم بألسنة دوت. فأنا النهاردة بشرحه لحضراتكم. تاني حقيقة مهمة جدا جدا هي أنه موهبة الروح القدس أو موهبة التكلم بالألسنة قد تحتوي على لهجات سماوية. يعني إيه لهجات سماوية؟ يعني حاجة بتحصل في روحك أنت بتتكلم بلسان. هل أنت جربت مرة مثلا، وأنا متأكد أنه ناس كتيرة موجودين عندي موجودين بيتفرجوا عليا أكيد حصل لهم اللي أنا هقوله دوت في الصلاة بتاعتك، أكيد 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 في يوم من الأيام حصل لك زي تحتها كده، زي ما أنت عايز تصلي 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 وبتطلب من الرب بلجاجة وبتبكي قدام الرب، فتروح تعمل حاجة زي اللي أنا هعملها دي دلوقتي، تقعد تعمل تت 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 حاجة زي كده، أو بتجز على أسنانك جامد جدا، بتبقى مش قادر تنطق الكلمات اللي عايزة تطلع لأن روحك اللي عايزة تصلي جواه، مش أنت اللي عايز تصلي، أنت روحك اللي جواه عايزة تتواصل مع الله وتتواصل مع لهجات السماء وتتواصل معاها وتعمل وتصدر هذه الألسنة. في الوقت ده أنا بقولك إن الوقت ده برضو دي بتعتبر نوع من أنواع الألسنة. بداياتك في الألسنة ممكن تكون الكلمات مش مفهومة ومش معروفة، مجرد حرف واحد بس بتفضل تقوله، لكن الله فجأة تقوله اطلق يا رب لساني
فتكلم بألسنة. وقت ما تتكلم بألسنة فجأة تلاقي الكلام كله طالع، أنت مش فاهم الكلام ده بأنهي لغة، لكن فاهم في روحك أنت بتقول إيه. تمام، أنا مش عايز أسرع في الحديث، لكن عايز أتأكد إنه الناس عارفة يعني فهمت معايا النقطة دي، لأنه التعليم ده تعليم كبير جدا جدا وتعليم شائك جدا جدا، وناس كتيرة بتتلخبط فيه. الرب بيقول لك إنه الألسنة قد تحتوي على لهجات جاية من السماء، لهجات ملائكية، لهجات معينة مش موجودة في اللغات الأساسية بتاعت العالم، لكن الله بيديها لك النهاردة وبيقول لك أنا عايز أدي لك الهدية دي عشان تبني نفسك، تبني نفسك روحيا، تقوى روحيا، تلاقي روحك كده بعد ما تتكلم بألسنة. أنا كتير بختبر الحاجات دي في الخدمة بتاعتي طبعا، لأنه في الخدمات بيبقى فيه تحديات كبيرة جدا وبتبقى أنت مش عارف تعمل إيه، فبدخل مخدعي وببتدي أصلي بالروح، بتبتدي بالصلاة بالذهن الأول، تبتدي تقول يا رب بشكرك يا رب، أنا عايز حضورك يا رب، طالب حضورك دلوقتي، أنا طالبك يا رب يسوع تديني حاجة خارقة للطبيعة، استخدم يا رب مواهب الروح القدس في داخلي، ابدأ يا رب كلمني، وابتدي لساني يخاطب روح الله، وفجأة أنطلق بألسنة بيني وبين إلهي الحي اللي بيبقى فاهمني وأنا فاهمه، وبيبقى أنا فاهم كويس قوي إيه مصدر هذه الألسنة في داخلي من الداخل. لكن إبليس بقى بيبقى بيولع في الوقت دوت. عشان كده لو أنت عندك مشكلة، أو أنت عندك مشكلة في البيت، أو أنت عندك مشكلة في شغلك، أو أنت عندك مشكلة في حياتك، السلاح ده أو الموهبة دي موهبة خارقة رهيبة رهيبة، تبنيك روحيا فجأة، تلاقي نفسك في مستوى وانحطاط روحي تحت جدا جدا، ولكن فجأة تلاقي نفسك طلعت وروحك ارتفعت، ولقيت نفسك قادر على انك تواجه حاجات كتيرة جدا جدا حواليك. فهي ممكن التكلم بألسنة بيحتوي على لهجات غير موجودة على الأرض إطلاقا، واللغة اللي انت بتتكلم بيها ممكن انا بتكلم بواحدة تاني، واللسان اللي انت بتنطقه غيرك بينطق لسان تاني ولسان تالت، واللغات دي مش اللغات الرئيسية. ليه؟ لأنه أول مرة بس التلاميذ الحقيقة الأولى اللي أنا قلتها التلاميذ اتكلموا بلغات موجودة على الأرض. بعد كده في المرات التانية في الكتاب المقدس ابتدى بولس الرسول يشرح لنا موضوع الألسنة، زي ما أنا هقرأ معاكم وهنشرح مع بعض لما نروح للحقيقة رقم 3. هم 10 حقائق هنقولهم مع بعض. أمين؟ لو حد عايز يسألني أي سؤال، أنا طبعا الفيسبوك قدامي هوت، أشكركم جدا طبعا كل الناس اللي كتبالي، اكتبولي أي سؤال أنتوا عايزينه، لأن الموضوع ده حتى لو هاخد فيه 3-4 حلقات، المهم إن أنت في الآخر تاخد الموهبة دي. الموهبة دي جميلة جدا 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 فوق ما تتخيل. من يتكلم بلسان يبني نفسه. هشرح لكم الموضوع دوت. طبعا في الكتاب المقدس ما فيش اي اشارة، دي الحقيقة رقم 3 بقى، الحقيقة رقم 1 انه التلاميذ في اول مرة اتكلموا بألسنة وما اتكلموا بلغات ارضية. الألسنة كانت مفهومة لناس تانية، يعني مثلا الرسول بطرس والرسول مرقس مثلا كانوا بيتكلموا، كل واحد فيهم بيتكلم بلغة، هما الاثنين مش فاهمين بعض، بس في ناس تانية فاهمهم. ده في اليوم 50. عشان كده في ناس تقولك خلاص هي جت مرة واحدة وعدت، ما ينفعش تتكلم بألسنة. لا، طب ما انت ما قريتش بقى بعد كده حصل ايه؟ ما انت ما قريتش لما تكلموا بألسنة وتزعزع المكان في الوقت التاني ده، اللي هو روح على أعمال 4. يعني أعمال 2 اوكي اتكلموا بألسنة ولغات معينة معروفة، لكن في أعمال 4 اتكلموا بألسنة مش مفهومة للناس كتير. يعني خلاص دخلوا في نطاق الصلاة بالروح، في موضوع الصلاة بالروح والتسبيح بالروح والهتاف بالروح، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. تعالوا نشوف دي الحقيقة الأولى، انه أول مرة اتكلموا بألسنة وبلغات أرضية. الحقيقة التانية ان انت لما هتنطق ألسنة هتلاقي نفسك واخد، يعني عارف لما تظبط إشارتك تتظبط مع السماء،
مع الروح، مع روح الرب، فتلاقي نفسك انطلقت بالألسنة. وأنا عارف إن في ناس بالنسبة لها الموضوع ده تقيل جدا، بس أنا ده صلاتي، ده هدف الحلقات اللي أنا بعملها، إنه أنا اختبرت موضوع الألسنة ده، خدت فيه برضو بتاع حوالي سنة، سنة ونص كده، شايف ناس عمالة الموضوع بالنسبة لها سهل جدا، الموضوع بالنسبة لها زي كأنهم بيشربوا مية. وأنا عايز يا رب، أنا نفسي أو أتكلم بألسنة. وبعدين خلفيات بقى، أنا متربي مثلا في كنيسة الإخوة، يقول لك لا مفيش ألسنة، وبعدين أروح على الكنيسة الإنجليزية، ها فتحوا شوية في سنة 1993، ابتدوا هاي يتكلموا بألسنة، وبعدين يقول لك لا بعد كده يروحوا واقفين تاني، يقول لك لا يعني موضوع الألسنة ده اتغير. كله ده بيعمل لك أنت دلوقتي وأنت بتتفرج عليا صراع كبير. هو القسيس جوزيف بيتكلم دلوقتي على الشاشة، وأنا المفروض إن أنا هتكلم بألسنة على طول، دي أنا مش هتوقعها قوي، لكن هي عايزة نعمة من الرب، إنك تفهم إنه ده طلب، طلب زي موهبة الشفاء، زي موهبة الإيمان بالظبط، بتطلبه، بتقعد بلجاجة بتطلب، يا رب أنا عايزك تملى لساني، يلا قولها معايا، اكتبها معايا، أنا عايزك تملى لساني يا رب، عايزك تملاني، تملى لساني بصلاة بالروح. اللسان يعني صلاة بالروح مش بالذهن، وهقول لك الفرق بينهم، وهقول لك ازاي انك تقدر تتواصل ما بين الذهن والروح، لازم يتداخلوا مع بعض. كله ده هنشرحه في ال10 حقائق اللي هقولها، لان الموضوع شائك جدا جدا جدا. معلش انا موطي صوتي لان انا قاعد في تايوان وناس حواليا يعتبر نايمين، والساعه 4 الفجر هنا دلوقتي، بس انا حابب جدا جدا اطلع معاكم لايف بدل ما اسجل وازع لكم الحلقه. الحقيقة الثالثة بقى، الحقيقة الثالثة الحقيقة دي مهمة قوي. التكلم بألسنة مش وسيلة للكرازة. ناس كتيرة مغلطة في الموضوع ده، مفيش في الكتاب المقدس ولا مرة غير هي المرة الأولى بس اللي اتكلموا فيها بلغات، ساعتها سمعوهم الناس الغريبة، ابتدت تسمع وتفهم هما بيقولوا ايه بالروح. لكن التكلم بألسنة برضو ما فيهاش، مش اداة من ادوات الكرازة. يعني ما ينفعش تروح تكرز لواحد مثلا وتفضل تتكلم عليه بألسنة شيكرا بارارا، يا تقعد تنطق كده حاجات عليه، هيفتكرك مجنون على طول، هيفتكرك مش فاهم انت بتعمل ايه، او انت بره دايرة الذهن خالص، لان هو لسه ما اختبرش يسوع عشان انت تروح له وتقول له بقى انا شكلها برده ده انت لك، وتفضل تتكلم على، هيقول ايه ده مين ده. في ناس عملت كده، وللاسف الموضوع عشان كده ناس كتيره رجعت فيه. يعني في جيل كده، انا كنت عايشه طبعا في مصر وشفت الحاجات دي قدامي، كنت لسه مؤمن جديد وداخل الكنيسه، وشفت بقى حاجات زي كده. وهقول لكم الكتاب المقدس حاطط شروط للموضوع ده، حاطط شروط لموضوع التكلم بألسنة، لازم المجموعة كلها تبقى تتكلم بألسنة. لو أنت قاعد في جلسة وكل ال10 تنفار أو ال5 تنفار أو ال10 تنفار أو الكنيسة كلها 30 واحد بيتكلموا بألسنة، يلا كلنا مع بعض نتكلم بألسنة، دي حاجة جميل جدا جدا، فيها إعلانات روحية رهيبة رهيبة، هشرح لكم كل ده. بس لو في واحد أو اتنين أو تلاتة هيتعصروا منك، الكتاب المقدس بيقول هيفتكروكم، بولس الرسول بيقول لهم ما تعملوش كده عشان الناس هتفتكركم بتهزوا. فحاول دايما، لو انت مثلا انت وجوزك وعيالك او اولادك او انت ومراتك واولادك بتتكلموا بألسنة، يا سلام روعة، اقعدوا اتكلموا بألسنة مع بعض، لانه الله هيديكم ساعتها ترجمة في الروح. لكن لما يجي مثلا عندك انت اسرتك مؤمنه، وابن عمك مثلا داخل هو واسرته جايين يزوروك، وفجاه يلا يا اولاد نصلي، وتروح رازع السنه 5 6 انفار بيتكلموا بالسنه، والكازن بتاعك او ابن عمك او بنت عمك جايه هي وعيالها، وقاعدين بقى بيتفرجوا عليكم وانتوا بتتكلموا بالسنه، هي على طول هيفتكروا ان انت بتحزن. فحقيقه مهمه جدا جدا، ما ينفعش تستخدم الالسنه انك تكرز لحد، ما ينفع. لكن ممكن تصلي
تصلي بالذهن ساعتها، يا رب يسوع انا بصلي لاجلك النهارده، تعالى انا هصلي لك انك تقبل شخص المسيح وتتكلم باللغه العربيه عادي جدا جدا، لكن الالسنه مش هتنفعك في موضوع الكرازه، لانه موضوع الكرازه ده موضوع عايز ذهن، عايز الناس، انا متاكد ان انا عايز الشخص ده يخلص او يجي للمسيح. وهتبقى خرجت بره برضو الاطار بتاع الهدف بتاع هدف الالسنه قلنا بيقويك انت، يعني حتى لو انت في وسط المؤمنين مش بيقوي المؤمنين، خلي بالك، وبيقويك انت روحيا جواك. ده رقم واحد، الهدف الوحيد، من يتكلم بلسان يبني نفسه. النبوة بقى، أنا بتنبأ على حياتك، بتنبأ على الكنيسة، والنبوة بتبني الكنيسة، بتطقها، بتطلعها بره لسانك، بتبني الكنيسة. هقول لك على حقيقة مهمة جدا جدا في النص كده، مش مكتوبة معانا، بس حقيقة مهمة قوي. ترجمة الألسنة، الترجمة، يعني لو أنت بتتكلم بلسان وفي مترجم وفي ناس مش فاهمة، أمين، اتكلم بلسان، لأن في واحد بيترجم، يعني أنت بتتكلم بالألسنة وواحد بيترجم. الترجمة بقى دي، الترجمة دي بتبقى نبوة. تاني، أنا بشرح لكم كل المواقف اللي عدت عليا، أنا بشرح لكم كل المواقف اللي عدت عليا في الألسنة عشان تبني التفكير بتاعك أنت، هو تقتنع الموضوع ده فيه إيه، أو الموضوع ده جامد إزاي وحلو إزاي لحياتك. أنا مش بشربه لك، انا بقول لك اللي حصل معايا. لما بيبقى فيه تاني، المؤمنين كلهم بيتكلموا بألسنة، اتكلم بلسان حتى لو مفيش ترجمة، امين. الموضوع التاني، لانه الترجمة بتبقى ساعتها ترجمة روحية داخلية، كله بيبقى فاهم الاتجاه الروحي اللي هم بيتكلموا فيه بالألسنة. تاني حاجة، 8 افراد بيتكلموا بألسنة، وعشرين واحد مش بيتكلموا بألسنة وحضروا في اجتماع، وفي واحد عارف يترجم، واحد عنده موهبة الترجمة اللي هي الموهبة التاسعة وبيترجم. فواحد بيتكلم بلسان والتاني بيترجم، بيتكلم بلسان والترجم. ترجمة الألسنة بتعمل نفس مفعول النبوة، بتبني الكنيسة. الترجمة بتبني الكنيسة ليه؟ لأنها بتتكلم في الذهن، بتتكلم بلغة الناس فاهماها، وساعتها ممكن تتكلم بلسان قدام ناس مش مؤمنين. يبقى فهمنا الفرق، فهمنا الفرق الاساس، من يتكلم بلسان يبني نفسه. لما تحصل ترجمه للالسنه، ساعتها بتخرج بره نطاق ترجمه الالسنه، وبتبقى كانها نبوه، وبتعمل مفعول النبوه، بتبني الكنيسه، وبتبني الافراد اللي بيسمعوا ترجمه الالسنه دي. امين. نتكلم عن الحقيقه رقم 4. هي رقم 4 أنا هشرحها لكم لأنه مهمة جدا برضو. حقيقة رقم 4، مفهوم التكلم بألسنة تقدر تستخدمه في إيه؟ يعني أنت ليه بتتكلم بألسنة؟ بتستخدمها في إيه؟ بتستخدمها في الصلاة، زي ما قلنا صلاة روحية. تعالوا نفتح مع بعض كورنثوس الأولى 14. كورنثوس الأولى 14، الإصحاح ده هو اللي فيه كل حاجة بتتكلم على الألسنة. كورنثوس الأولى 14، تعالوا أقرأ معكم آية بالراحة كده، حتى لو هنقفل عند المرحلة بتاعت رقم 4 دي، وممكن أكمل معكم بعدين، بس خلينا نمشي آية. وحاول تعمل شير عشان الناس اللي تسمع معانا، أو بعد ما الحلقة تخلص تبعتها للناس، جزء واحد جزء اتنين، هم هيبقوا غالبا جزئين. كورنثوس الأولى 14 بتقول: اتبعوا المحبة ولكن جدوا للمواهب الروحية وبالأولى أن تتنبأ. ده لما بعد ما خلص وقال لهم بقى التسع مواهب وكل حاجة، راح فسرها بقى بالراحة كده. تعالوا نتكلم في الموضوع. أول حاجة، اتبعوا المحبة، لازم نحب بعضنا البعض، دي المحبة رقم واحد. ولكن جدوا للمواهب الروحية، يعني خليكم جديين شوية في موضوع المواهب. مش تقعد تسمع، انت دلوقتي انت سامعني زي الفل، وتيجي تروح بقى على حياتك العادية وتقول خلاص يا مواهب الروح القدس دي خليها بقى للدكتور جوزيف، وخليها للناس اللي على الشاشات دول اللي عمالين يوعظونا ليل نهار،
الموضوع ما يخصناش، احنا ناس، انا على قد، انا راجل على قد يعني، راجل او انا واحدة ست غلبانة يعني على قد كده. ما ينفعش الناس اللي بتتكلم على السنة دي اكون انا واحدة منهم، او الناس اللي لا. الكتاب المقدس بيقول جدوا للمواهب، يعني زي ما انت طلبت الخلاص، وزي ما طلبت المسيح يدخل قلبك، وزي ما طلبت حياتك الروحية تبقى قوية، لازم تبقى جدي في موضوع المواهب الروحية التسعة. أو لو فعلا فعلا بتحب روح الله وعايز تشتغل شغل صح، لازم تاخد الخمسة والتسعة والتسعة، 5 وظائف للروح القدس لازم تشتغل عليهم، وتسعة مواهب تفضل في حياتك وتمشي من موهبة لموهبة من موهبة لموهبة. ممكن ما تاخدهمش التسعة أمين، بس تشتغل عليهم. جده بيقول جده جده للمواهب، بيقول لك but rather than that may like and desire، بالإنجليزي desire spiritual gifts، desire spiritual gift. عارف desire يعني إيه؟ يعني واحد جده جده دي يعني جده أو جده جده يعني خليكم جديين في المواهب يعني. and desire spiritual gift، desire يعني يبقى عندك أشواق. أنا لما جيت طلبت الروح الله يديني مواهب، انا كنت ببكي يا يعني جماعه، انا بعترف لكم انا كنت ببكي قدام الله. انا عارفك، عارف الرب رائع جدا جدا، وقبلت الرب يسوع وجابني من شارع الهرم من الغنى في واحد صاحبي اول ما بقول له انت جيت من الكازينوهات ومن شارع الهرم يقعد يضحك، يقول انا كنت يعني مقطع ملايكه. لا، انا كنت فعلا شخص يعتبر كويس بس مش بتاع يسوع، راجل بتاع الهوى كده وبتاع الغنى والحاجات دي كلها. فأنا بفتخر إن أنا أقول دلوقتي أنا كنت في شارع الهرم بروح أغني وبعمل نمر وبلعب جيتار، أيام كنا بنجد يعني على الجيتار وحاجات زي كده، لكن كنت مش تبع يسوع. فلما جيت للرب يسوع جيت له بأشواق، فالأشواق دي اشتغلت شوية، وأنا الخلاص مشي معايا حلو جدا، وانا اسمي اتكتب في سفر الحياه، بس مش عارف اشتغل، مش عارف اكتب ترنيمه، مش عارف اعمل حاجه بالروح. فبعمل ايه؟ بيتبكي بقى، عايز الموضوع اللي هو بيقوله ده اللي بولس الرسول ديزاير جده للمواهب الروحيه، اول ايه. وفي الاخر بقى راح كده، طبعا انا بقول لكم باختصار، ابكي ابكي لغايه ما خدتهم موهبه ورا الثانيه، عايز موهبه ورا الثانيه. طبعا لسه في مواهب عماله لمع فيها، طبعا بحاول ان انا اخدها كجفت من الله، اخدها كهديه من الله وامارسها واثقلها واشتغل عليها واتعلمها زي ما انتم بتتعلموا دلوقتي معايا. كل ده مهم جدا. وبالاولى ان تتنبأ، يعني أول حاجة أنا عايزة منكم، حتى لو أنت فهم المواهب كلها، أنا عايزك تتنبأ، لأن النبوة اللي أنا اتكلمت عنها دي معناها الكتاب المقدس كلمة الله. وبالأولى أن تتنبأ، يعني تفضل تاكل في كلمة الله وتتكلمها على حياتك، تقراها وتنطقها على حياتك، تقراها وتنطقها على أولادك. هي دي النبوة وده التنبؤ. يا رب أنا بتنبأ أن تكون لك حياة فضلة، هللويا، أنا بنطقها عليك. يمكن الناس بتشوف على الفيسبوك عندي إعلان روحي، دايما بكتب حاجة اسمها أؤمن يا رب بكلمتك، هذا هو إعلاني اليوم، أؤمن يا رب بكلمتك، لأنه الإعلان الروحي والتنبؤ الروحي مبني على كلمة الله، مبني على كلمة يسوع، مبني على الكلمة. وبالأولى أن تتنبأ، اسمع بقى معايا، لأن من يتكلم بلسان، آية رقم 2، لا يكلم الناس بل الله، لأن ليس أحد يسمع ولكنه بالروح يتكلم بأسرار. هللويا، دي الحتة اللي أنا قلت لك عليها. لو أنت عايز إبليس ما يفهمكش، إبليس بيفهم صلاتك. مثلا هديك مثال، هديك مثال لأن الحتة دي مهمة جدا، لو اكتشفتها في حياتك خلاص انت كده كل مشاكلك بنعمة الرب يسوع منتهية. لما
بيتكلم بلسان ابليس بيحصل له تشتيت، ايه بتقول ايه، بيقعد يعني يعمل كده وانت عمال تتكلم بلسان جوه اوضتك. انت عندك مشاكل الدنيا وعندك مشاكل في البنك ومشاكل في البيت ومشاكل ده، بس انت داخل بقى انا هبني نفسي روحي، انا ما يهمنيش المشاكل دي، انا داخل امام الرب انا هتكلم بألسنة عشان ابني نفسي روحيا واقوم فوق المشاكل دي. فبتحصل ايه بقى؟ انت عمال تتكلم بلسان بينك وبين الله اهو، بيقول لمن يتكلم بلسان ما بيكلمش الناس، ما فيش داعي بقى تقابل واحد في السكه في وشك كده وتقول له شيك كرابرابا، تقعد تتكلم قدامه. ما الحاجات دي هي اللي قفلت الناس مننا، يعني الناس اللي قدامي دلوقتي بيشاهدوني ومتعمدين بالروح القدس، ما تقعدش تعمل الحركات دي، ما تعملش الحاجات دي قدام الناس وتفضل تتكلم بلسان عليه وهو مش فاهمك، ده هتقفله. لانه الكتاب بيقول من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، انت بتكلم الله بينك وبين الله، اتكلم بلسان براحتك. لانه ليس احد يسمع اللي انت هتقوله ده، محدش تاني هيسمعه. ليه؟ لانه قلت لك اقفل الاوضه عليك واتكلم زي ما بولس الرسول بيعلمنا خطوه خطوه. ولكنه بالروح يتكلم باسرار، يعني في سر هيحصل بينك وبين الله ابليس ما ينفعش يسمعه. فتقول له مثلا يا رب انا بصلي النهارده بنعمه رب المجد يسوع مثلا، وانت بتتكلم بالسنه داخليه، انت بتتكلم بحاجات ابليس مش فاهمها. ابليس يعلم امبارح لانه عاشه، ويعلم النهارده، يعلم اللحظه اللي انت فيها. ابليس ما عندوش علم بكره هيحصل ايه. يعني ابليس يا جماعه في الكتاب المقدس كله من دراساتك للشيطان، الشيطان ما يعرفش فيه ايه في بكره جاي. يفهم كل اللغات بس ما يعرفش بكره فيه ايه. ليه؟ هو الله ما ادالوش السلطان دوت، اداله سلطان على الهوى، على الحالي، على الوقت الحالي والوقت اللي فات. يعني امبارح بالنسبه له هو فاهم حصل فيه ايه، والنهارده بيحصل ايه هو معاك، بيحصل ايه خطوه بخطوه. لكن بكره ده ما يعرفوش ابليس ابدا. عشان كده الكتاب المقدس بيتكلم انك لما بتتكلم بالروح، بتصلي بالروح، بتتكلم بألسنة، انت عندك سر بينك وبين الله ابليس مش فاهم. لانه ابليس لو عارف انت هتفكر في ايه بكره، يا رب انا بصلي لاجل المؤتمر اللي هيحصل يوم 10 ديسمبر ولا 10 يناير، هللويا 10 يناير هنعمل مؤتمر كبير يا رب وهيكسر الدنيا. ابليس بيسمع فيعرف انه في 10 يناير في مؤتمر هيحصل، فيبتدي يشتغل. فهمت؟ يا رب اكون قادر اوصل المعلومه. لكن لما بتتكلم بلسان بينك وبين الله، انت بتتكلم والترجمه جواه وهو مش فاهم منك حاجه. ابليس مش فاهم بقى، مش عارف يعمل ايه. فانت بتتكلم بلسان، ممكن تعلن عن المؤتمر بس تتكلم بلسان بقى وتكسر بقى مجاديف ابليس وكل اجنحته وكل السلطان وكل تحطه تحت رجلك. ليه؟ لانك بتتكلم باسرار. تمام؟ نتكلم على ايمان. وان من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسليه. هو معقول النبوه ممكن تكون لتسليه؟ يعني الفرق بقى ما بين الالسنه، الفرق ما بين الالسنه والنبوه. من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان، بتتكلم تتنبأ بتقول انا زي الوعظ بالظبط، زي الوعظ بالظبط، النبوة زي الوعظ بالظبط، كأنك تقول وعظ، بس أنت بتقول وعظ كتابي، مش بتوعظ زي ما أنا بوعظ دلوقتي، بتوعظ ده اسمه تعليم، لكن النبوة اللي أنا بقولها بتكلم ناس ببنيان، ووعظ وتسلية. من يتكلم بلسان، آية رقم 4، يبني نفسه، وأما من يتنبأ فيبني الكنيسة. ده الهدف الرئيسي أهو، من يتكلم بلسان يبني نفسه، وأما من يتنبأ فيبني الكنيسة. إني أريد أن جميعكم، إني أريد، يعني بصوا بيقول إيه، I would that you all speak with tongues، أنا أريد أن جميعكم تتكلمون بالألسنة. يعني بولس الرسول قال أنا عايزكم تتكلموا بالألسنة، وما قالش مثلا إيه فلان الأخ الياس مثلا
والاخت والاخ ابانوب، ومثلا الاخ جون مجدي، الاخ عماد نادي، الاخت ساندرا صلاح، دول بس اللي يتكلموا والباقي لا لا، هو عايز الكل يتكلمون بألسن. عشان كده هو حث المؤمنين وقال لهم أرجوكم اتكلموا بألسنة، فالألسنة دي للجميع، كل واحد متعمد بروح القدس، ولكن بالأولى أن تتنبأ. يعني حط موهبة النبوة قبل موهبة الألسنة، وأعلى مقاما من موهبة الألسنة، لأن من يتنبأ أعظم من يتكلم بألسنة. تمام؟ يعني لو أنت عندك الكتاب المقدس أساسي في حياتك، أعظم من إنك تتكلم بلسانك، بس ده مش معناها إنك أنت تفقد قيمة التكلم بألسنة أو تقلل من قيمتك. طبعا لأن من يتنبأ أعظم من ما يتكلم بألسنة إلا إذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانة. يبقى الترجمة زي ما قلت، ترجمة الألسنة هتدي نفس مفعول النبوة. أنا كده الوقت بتاعي خلص، أنا مش عارف إزاي الوقت جري جدا جدا، إحنا بدأنا متأخرين شوية، فالوقت جري، بس نسمع ترنيمة بسرعة، اسمع مع بعض ترنيمة، وارجع لكم مرة تاني في الأفكار الأخيرة، عشان يبقى كده خلصنا أول 4 حقائق، هيبقوا فاضلين 6. الجزء التاني أوعدكم هتكلم في التكلم بألسنة، بس عشان تدعوا أصدقائكم وتشيروا الحلقة دي على قد ما تقدروا، عشان نتعلم مع بعض موضوع التكلم بألسنة وموضوع ترجمة الألسنة. اسمع معايا الترنيمة دي وهرجع لكم بسرعة مرة تاني عشان أحكي معاكم في حاجة بسيطة، فكرة بسيطة قبل ما أسيبكم ونصلي مع بعض. جمالك يا إلهي في حب صليبك أنا هايل، أنا في الحضرة الإلهية بل أعزايا وفرح الدايل، سارح في جمالك يا إلهي في حب صليبك أنا هايل.
في الحضرة الإلهية بل أعزايا وفرح الدايم تشفي لك راحي وتحييني من أول وجديد وترجع لي الحب الأول مملاني بأناشيد تشفي لك راحي وتحييني من أول وجديد وترجع لي الحب الأول تملاني بأناشيد روحي بتعود لقربك مشدود روحي بتعود لقربك مشدود أبرع جمال في بهاءك سارع استخدمني يا ربي وامسحني مسحة جديدة وأكون مثمر مستخدم وأجيب لك نفوس بعيدة جاهز استخدمني يا ربي وامسحني مسحة جديدة وأكون مثمر مستخدم وأجيب لك نفوس بعيدة صورتك حية في حياتي يا مليك وسلوكي يشهد يا فدية إن المجد دليك أنا المحدود بحبك موجود أنا المحدود بحبك موجود لضعفي قوتك بتخليني جاهز هللويا هللويا نعمتك بتخليني جاهز العشر حاجات الحقائق اللي عن تكلم بألسنة احنا خلصنا النهاردة منهم خمس حقائق الحقيقة الأولى بتقول إنه الألسنة اللي التلاميذ كانوا بيتكلموها في أول مرة هي لغات حقيقية موجودة على الأرض كانت موجودة في الوقت دوت عشان كده الناس فهموها عشان كده بتحصل المغالطة بتاعت إنه كان موضوع وانتهى لا عشان كده بعد كده التلاميذ تكلموا بألسنة وصلوا بالروح بعد كده هو دي الموهبة اللي احنا بننطق النهاردة بيها وبنتكلم النهاردة عنها موهبة التكلم بألسنة تاني حقيقة هي أن موهبة التكلم بألسنة قد تحتوي على لهجات انت مش فاهمها لكن بتفهمها بالروح لهجات سماوية أمور سماوية نطق سماوي لغة سماوية هي لغة اسمها لغة الروح انت بتتكلمها وقد لا تفهم معناها ولكن بتفهم معناها في العمق الداخلي الروحي بتاعك تالت حقيقة هي انه مفيش دليل في الكتاب المقدس مفيش ولا مرة استخدمت الألسنة علشان تعمل بيها نوع من انواع الكرازة الألسنة وظيفتها انك تبني نفسك وظيفة الألسنة هي البناء الداخلي بالروح لنفسك رقم الحقيقة رقم أربعة هي أن التكلم بألسنة هي عبارة عن صلاة بالروح تسبيح بالروح
تنوير روحي، الله ينور لك روحك، فجأة كده تلاقي نور إلهي طلع فجأة كده في حياتك، وازدهر هذا النور الإلهي والنور الروحي، ونميت روحيا، واتبنى طوبة بعد طوبة بعد طوبة، تلاقي نفسك مبني عندك أساس سليم جدا جدا. الحقيقة رقم 5 إنه ترجمة الألسنة تعتبر واحدة من الأمور اللي بتعملها، هي بتعمل نفس مفعول النبوة. الألسنة ما تبنيش، بتبني نفسك بس، مش بتبني الكنيسة. الترجمة أول ما تطلع حاجة ترجمة بتبني ساعتها، بتعمل نفس مفعول النبوة وهي بناء الكنيسة. عندي 5 حقائق تانيين هحكيهم معاكم بنعمة الرب يسوع في الحلقة اللي جاية. بشكركم جدا جدا، شير الحلقة لو انت عايز تخدم معانا، يعني طريقتك في الخدمة انك انت تشير الحلقة، تشير صفحة قناة الطريق، تدعمنا دعم معنوي ودعم مادي برضو لو انت حابب انك تدعم القناة، تبعت هدية الكريسماس اخوة الرب اللي بيبقوا محتاجين ودايما بندعمهم في الكريسماس. اهلا وسهلا طبعا باي حد عايز يتبرع للاسر ديت، احنا بنكمل. ومعانا تليفون، معانا تليفون. الو، ألو، ايوه، سلام سلام المسيح دكتور جوزيف المبارك في كل مكان اهلا تروح. بحضرتك، اهلا بحضرتك. جميل أوي الموضوع، والرب يباركك في كل مكان تروح، وبركة يا رب، في يستخدمك اسم في يسوع. مجلس القدوس يا رب، يديك وده أكتر وأكتر مسحة أمين. إلهية من شخص غالي. صدقني فعلا التنبؤ والفضل، التنبؤ والألسنة دي فعلا يعني حاجة انت فهمتنا فيها، الرب بيفهمنا فعلا، يعني فعلا موضوع حلو قوي يا رب، يكون واصل لكل الشباب وكل المشاهدين يا رب، ويكون بركة كده يا رب لكل المشاهدين. في اسم يسوع أنا بشكرك جدا جدا على مداخلاتك دايما معانا وتشجيعك وصلواتك، ومتأكد إن احنا الـ5 حقائق التانيين هيبقوا كمان حاجة روعة جدا جدا، وهنتعلم كلنا حاجات كتيرة من إيدين الرب. بشكرك إن أنت متابعة معانا حلقة ورا التانية، والتعليم دوت بتمنى إن يكون سبب بركة لحياتك ولحياة كل اللي بيشوفونا وبيشاهدونا على قناة الطريق. شكرا، ربنا يباركك، وبشكر كل المشاهدين، وبشكر الناس اللي معانا على الفيس، طبعا الادمنز، الناس اللي شغاله معانا. انا بصلي لك يا مينا من كل قلبي، يعني انه الرب يرفعك رفعه غير عاديه، واتمنى يكون التعليم دوت فرق معاك. ادخل الاوضه بتاعتك وامتلي بالروح القدس، وصلي للرب كده وهيحل كل المشاكل. كل الناس اللي طالبه طلبات صلاه، انا معايا طلبات صلاه كتيره جدا، فانا عايز احاول ان انا أقراها معاكم بسرعة. محتاجة صلاة من أجل أولادي، وخصوصا فادي، في اسم يسوع يبطل شرب سجاير، أمين. في اسم الرب يسوع يا رب فادي، أنت تقدر تلمسه لمسة غير عادية. سلام الرب يسوع، بنت جارتي اليوم رحت عند الدكتور وقال عندها سرطان في الصدر، وأنا وعدتها إني أكتب وأطلب ليها طلبة صلاة على قناة الطريق من دكتور جوزيف، واثقة إنه الرب هيعمل معجزة في اسم الرب يسوع. الرب إداني معجزات كتيرة جدا جدا في تايوان، صدقوني تقارير اطباء وحاجات رائعه جدا جدا. احنا عندنا موهبه الشفاء، انت تمتلك موهبه الشفاء. تعالوا نصلي مع بعض للاخت ديت، او لجاره الاخت اللي معانا واللي قالت هتكتب طلب الصلاه. السرطان تحت اقدام المسيح، سرطان اسم زي الكورونا كده، اسم سرطان، فشل كلوي، كل دي اسماء، حتى بيسموه كوفيد 19، يعني ما حطوا له اسم عشان الناس تفضل تنده بيه. اي حاجه في الدنيا ليها اسم، بس الاسم اللي فوق كل الاسامي، هللويا، اسم يسوع فوق كل الاسامي. النهارده اسمه فوق السرطان، عشان كده ناخد المعجزات. اسمه وفي كرولوس، محتاج اتواصل، امين. وساب لي رقم التليفون، امين. كل اللي حابب يتواصل، كل اللي حابب يصلي، اهلا وسهلا بيكم، احنا بنخدم الرب فيكم، وبنصلي النهارده ان الرب يبارككم ويستخدمكم ويخليكم النهارده تتفاعلوا مع التعليم اللي معانا النهارده من خلال مواهب روح القدس. وهكمل معاكم الجزء الثاني، دي هنسميها الجزء الاول، وهنعمل حلقه ثاني الجزء الثاني بنعمه الرب يسوع الحلقه الجايه. رب يبارك حياتكم، سلام المسيح.
وجعي حنيني طول عمري شايل ساكت مقايل والدمع سايل ظروف تقيلة ماشية مع عندة أمواجها جامدة والحظ مايل جربت وصفات الأطباء رأي الأحبة شفت البدايل حفرة غويطة بعد أحلامي نفسي في سلامي بس مش طايل ايديك حبك طول المجال في ايدك انت بس حل المشاكل اروح لمين حاسس بضيقة نفسي غريقة شمسي غميقة حزني عايش اوقات طويلة بيد حيلة فرحي دقيقة زرعت شوك في طريق حياتي كترت قهاتي تهت الحقيقة حطيت في ناس كل يامالي زادت أنامي هربوا في الدقيقة زرعت شوك في طريق حياتي كترت قهاتي تهت الحقيقة حطيت في ناس كل يامالي زادت ألامي هربوا في الدقيقة ايديك حبك طول النجاة في ايدك انت بس حل المشاكل عايزك تبقى خادم مميز وده بيورينا صليت فقول ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك على ابونا السماوي اللي في كل الراحه والامان.